برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أقيم في المركز الثقافي الملكي حفل إشهار كتاب المسيحيون والمواطنة في البلاد العربية بين الحقوق والواجبات الأردن أنموذجاً للإرش مدريد الدكتور بسام شحتيت. ويتحدث الكتاب عن حقوق المسيحيين وواجباتهم المدنية والكنسية في البلاد العربية ومن بينها الأردن، ويأتي صدوره في غمرة احتفالات المملكة بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، ليكون هذا العمل خطوة إيجابية نحو الأمام لبناء مستقبل أفضل للأجيال. هذا الكتاب كان حلماً فتحقق بالدراسة والبحث والتحصيل العلمي مع ما أضفت إليه من خبرة عملية، والكتاب يشكل ركيزة لبناء ثقافي إعلامي نسعى إليه، وهو إطلاق مركز ثقافي إعلامي نور الشرق في كنيسة الروم الكاثوليك. أتقدم بالشكر الجزيل للسادة الأفاضل أصحاب القامات الذين قاموا بدراسة هذا الكتاب. أعرب عن امتناني وتقديري للصديق العزيز الكاتب الباحث حنا ميخائيل سلامة لجهوده في تدقيق الكتاب ليكون بأبهى حلة، ولإدارته هذه الأمسية احتفالاً بمؤوية الدولة الأردنية والاهتمام وتشجيع حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه للعيش المشترك البناء، ولجهود جلالته لإحلال المحبة والسلام والوئام في الوطن وعلى مستوى العالم. فمن دواعي سروري أن أقدم كتابي هذا إهداءً متواضعاً إلى مقام جلالته حفظه الله.